إذن السلام عليكم في درس جديد مع كازاكو.com. في الدرس اليوم نشوفوا لي فونكسيون اكسل اللي كينتهيو ب بوان سي، يعني بحال اللي شفنا في لي لوسون بريسيدون شفنا لي فونكسيون اريتميتيك بحال موايان بحال لا سوم بحال المين ولا الماكس ياكو شفناهم سور توت اون سيلول. دابا بحال قلتي نشدو هاد لي سيلول هادو ياكو وهنديرو عليهم دونك دي زوبيراسيون لي فونكسيون بحيث نشدو غير لي سيلول يتحقوا واحد الشرط واحد لا كونديسيون دوني. على سبيل المثال عندنا هاد الطابلو هذا فيه اون ليست دو بيرسون ولا كونتريبيوسيون اون ديرام بور ان دون كاريتاتيف، يعني كاين على سبيل المثال اون بيرسون خاص دير عمليه وهاد الناس هادو كيساهموا دونك كل واحد بكونتريبيوسيون ديالو ياكم. حنا بغينا نشوفو باغ اكزومبل في المثال الاول شحال من بيرسون اللي عندها اكثر من 25 سنه ياكم اكثر من 25 اللي هتساهم في هاد لا دوناسيون هادي. يلا على بركه الله دونك كريتير نقدروا نكتبوا ان كريتير هنايا مانويلمون في نيمبورت كيل سيلول ندير كبر نساوي 25 ياكم وندير مي فونكسيون ندير سيلول اون كولون سميها مي فونكسيون دونك ندير هنايا نومبر سي ياك دونك نومبر سي نحسبوا فيها لو نومبر دو بيرسون اللي عندها اكثر من 25 وكتساهم معنا في هذا المشروع هذا. دونك نومبر سي عندنا دوز ارغومون كاين لابلاج وكاين الكريتير. لابلاج هو لا كولون اللي فيها دونك الشرط اللي فيها لا فاريابل اللي هندير عليها الشرط ديالي. دونك في هذه الحاله عندنا لا كولون اج والكريتير راني ندير تشوف في سيلول او 4. دونك كيفما كتلاحظوا دونك هنا كنت طلبت من لا فونكسيون تاعي تشوف لي شحال من بيرسون اللي عندها اكبر اكثر من او يساوي 25 سنه وكتساهم معايا في هذا لو دون كاريتاتيف. دونك شحال عندي بيرسون عندها مساوي 25 ها هي الاولى ها هي الثانيه ها هي الثالثه ها هي الرابعه وهي الخامسه. بالفعل عندي 5 بيرسون دونك انا فيريفي مانويلمون وهاد لا فونكسيون ما خيبش لي الظن ديالي. دونك درنا شفنا لا بروميير فاسون دو كالكولي نومبر سي. شوفوا دوزيام فاسون كديروا عاوتاني لا بلاج يعني بي بي كنقدروا نديروا مانويلمون لا كونديسيون ديالنا دونك كنديروا اونتر كوت كنديروا اصغر من يساوي 25 سنة كتلقاو دونك عفوا دونك اصغر من او يساوي 25 هنا وي تماك اكبر من او يساوي 25 دونك اكبر من او يساوي 25 كتلقاو 5 بطبيعة الحال. دونك هادي لا بروميير فونكسيون اللي شفناها. شوفوا دوزيام فونكسيون اللي هي لا فونكسيون سوم سي. دونك لا فونكسيون سوم سي عندها 3 ارغومون دونك نحاولوا نجمعوا دونك دي سيلول على حسب لا كونديسيون اللي محققه في اون كولون دوني. دونك حنا بغينا نشوفوا المجموعه ديال لا كونتريبيوسيون يعني بشحال ساهموا معنا لي بيرسون اللي عندهم اكثر من 25 دونك شنو نديروا لها هي سوم سي دونك لا بلاج اللي فيها لا كونديسيون هي بي بي دونك لا كونديسيون تاعي كاينه في E2 عفوا E4 ياكم و لا بلاج اللي نجمعو ليها هي لا بلاج دي دونك دي نديرو اونتري كنلقاو 146 الف درهم ساهموا بها الناس اللي عندهم اكثر من 25 سنة. دونك بور فيريفي كيبان لي ان يوسف حط 100 الف درهم كيبان لي ان جاك حط 40 الف درهم وكيبان لي ان سامي حط 3000 درهم. سامي او جينيزاي حط 2000 درهم ياكم حيت عنده 27 طون نحسبوه وكاين لؤي اللي عنده 31 طون حط 1000 درهم فاش كنجيو نحسبو كنلقاو 146000 بالفعل. دونك نفس الطريقه كنديرو هنايا سوم سي دونك لا كونديسيون كنديروها اونتر كوت. دونك دابا شوفو عشيني لا موايان موايان سي نفس المفهوم نفس المبدا ريان دو سوبرونون جوسكا بريزون. دونك لا موايان دونك كنديرو عاوتاني او 4 عفوا ندير بعد اول حاجه هي لا سيلول اللي ندير على كونديسيون تاعي ابخي عندي الكريتير اللي كاين في او 4 كنلقى لا موين هي عفوا كنزيد لارغومون الثالث او ثاني لا كولون اللي بغيت لا موين تاعها دونك انا بغيت كنلقى 29000 درهم 200 بار بيرسون بور لي بيرسون عندهم اكبر من او يساوي 25 سنه. دونك شنو لي فونكسيون اللي فيهم سي دابا نشوفوا اللي فيهم بوان سي بوان 11 حنا نقول نفصل لكم لو برينسيپ شنو هو بوان سي دونك شنو معنى تاع اونس يعني كنشد ان اونسوم دو كريتير خاص من ناخذ ان سول كريتير اللي هو لاج ديالي اللي فيه بي بي او 2 او 4 باغ اكزومبل
اش دو لي بيرسون عندهم 25 اون اللي جايين من كازابلانكا. دونك الكريتير الثاني سي سي دونك اونتر كوتش كازابلانكا. نشوف شحال من واحد عندي اللي عنده اكثر من 25 اون جاي من كازابلانكا. ها هو الاول اللي هو يوسف. ها هو الثاني اللي هو لؤي. دونك عندي دو بيرسون بالفعل. دونك لا فونكسيون ان بي سي اونس ان بي بوين سي بوين اونس شوف هي اللي كدير لنا هاد العمليه هادي. نفس القضيه بور لا سوم. دونك سوم سي اونس دونك كندير ايغال سوم بوين سي بوين اونس. سوم سي اونس ما كنديروش نفس القضيه بالضبط. اون فيت اون فا شونجي نبداو بلا سي لا كولون اللي بغينا نجمعوها ياكم اللي هي لا كولون دي كونتريبيسيون. عاد باش كنديروا لي كريتير ديك الساعه صافي مفهوم. يلا دونك لا كولون اللي بغينا نجمعوها هي دي دي. لي كريتير اللي عندنا هي بي كاينين في بي بي. دونك لو كريتير الاول تاعهم هي او 4 يعني كبر مستوى 25. لو كريتير الثاني هي سي سي لا فيل هي كازابلانكا. كنديرو دابا اونتري كتلقاو ان لا سوم هي 101 درهم. دونك الى جينا نجمعو عندكم يوسف جاي من كازا عندكم 25 يعني 100 درهم. عندنا لو اي اللي عندو 100 درهم صافي 101 درهم بالفعل. دونك لا فونكسيون موين سي بحال موين سيونس بحال اللي بان ليكم هاد الساعة بحال اللي تقدروا تنتجوها ابارتي ليزون بريسيدون. نفس الحاجة تاعي كنبداو بلا لا كولون اللي بغينا نديرو ليها كونديسيون تاعها اللي بغينا نجمعو ليها لي سيلول تاعها نديرو لا موين تاعهم في هاد الحالة. وكنديرو دونك لي كريتير ديك الساعات كنديرو لك لا بلاج دو كريتير الاولى اللي هي ديال لاج دونك خصو يكون كبر مساوي 25 و لا بلاج دو كريتير الثانية اللي هي لا فيل دو بروفينونس اللي هي كازابلانكا في هاد الحالة اونتر كوت هادي الحالة. دونك شوف لا اونتخي كتلقاو اون موين عندنا 50500 درهم باغ بيرسون. دونك كنتمنى ان هاد الدرس الصغير نال الاعجاب تاعكم وانكم استفدتو معنا في الدرس ديال كازا كوبونكم ولحلقات قادمة ان شاء الله.